ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا كيجي؟ النهارده الاربع 15 ابريل 22 شعبان. انتوا فاكرين احنا في سوره ايه؟ في سوره الشرح. اخذنا فيها لحد ايه 2. طب يلا نراجع اللي خدناه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك. النهارده بقى هناخد ايه؟ قول ورايا. الذي مد هنا. الذي ام في هنا ايه؟ غنه. ام قضى. خلي بالكم حرف الضاد نقوله كويس، ما نقولش قضى، لا قضى. يلا نجمع الكلمة. أم قضى. الذي أنقضى ظهرك. الذي أنقضى ظهرك يعني ايه؟ احنا قلنا ان ربنا شرح صدر النبي صلى الله عليه وسلم وخلاه وان هو يبلغ الاسلام، يتعلمه ويعلمه للناس، وخلاه سهل عليه. الذي انقض ظهرك يعني مش حاسس ان هو تعبان وهو بيبلغ الدين ده للناس. يلا نشوف بعد كده ايه. ورفعنا لك ذكرك. يعني خلاك في مكانة عالية جدا. انتوا دايما بتسمعوا ايه؟ حد ينفع يكون مسلم من غير ما يقول لا اله الا الله محمد رسول الله؟ قرن اسمه يعني اسم النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ الجلالة عز وجل. لازم نقول لا اله الا الله محمد رسول الله، ونسمعه في الاذان كل يوم 5 مرات. يلا نقول الايه الثانيه على بعض. الذي انقضى ظهرك ورفعنا لك ذكرك. المراجعه تيجي سوره العلق والتين والزلزله والعاديه، مهمه قوي المراجعه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.